اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه دي كويك ريفيو عاملها لكم للكلينيكال ميديسن وموضوعات الكلينيكال ميديسن اللي بنقابلها. هي ريفيو خفيفه سريعه هنعمل منها، هنحاول ان شاء الله كل يوم كده ايه حته، بالاضافه لموضوعاتنا التانية اللي برضو نازله ايه قريب عندنا ايه على اليوتيوب تشانل او في ميدليرن ايه دوت يو اس. لما نيجي نبص نهوت هنعمل لكم بطريقه ايه اسئله كده اهوت وهندردش فيها مع بعض. يعني مثلا هنا سؤال بيقول this condition is typically associated with weak first heart sound، الكلام ده صح ولا غلط؟ بصوا عليها كده ايه وقولوا لي. هنا الاجابه هنا اهوت ايه، ها فولس، غلط. ليه؟ لان دي حاله typically ماشيه مع mitral stenosis. ادي البي mitral ايه بتاع mitral stenosis، ها اللي بتبقى في ليد 2 واضحه قوي، الرايت اتريوم بعد كده الليفت اتريوم بتيجي، ها فبعد ما يخلص يجي الليفت اتريوم الهايبرتروفي، تبص تلاقي ايه او دايلاتيشن يدي مور الكتريستي، فبعد ما الرايت اتريوم يخلص تيجي الايه الليفت اتريوم ايه بعده، فتبقى برود بي مايترال. في في 1 الموضوع يمكن بيختلف، انا بصور من 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 في 1 فالصوره الكهرباء بتاع الليفت اتريوم بتبعد عن في 1 زي ما شرحنا في الاي سي جي عندنا في الكورس المتاح عندكم، ها بتبعد عنه فتعمل اللاست ديفليكشن هتلاقيه نيجاتيف ايه هنا هو زي بالمنظر ده، بيسموه انكريس بي تيرمينال فورس، لان ادي في 1 هنا والكهرباء بتاع الليفت اتريوم ماشيه بعنف ناحيه الشمال بتبعد عنها، ففي 1 بتبعد الكهرباء هنا اهوت عن في 1 تقوم تعمل نيجاتيف ديفليكشن مش بوزيتيف، يبقى قوي جدا بيسموه ايه؟ ها زياده البي تيرمينال فورس في 1 دي تمشي مع مايترال ستنوزس، وفي الحالتين المايترال ستنوزس معاه ايه؟ ها سترونج او باورفول اس 1 الفالف بيبقى ريجيد شويه بيروح قافل عامل صوت اقوى زائد كميه الفلو فيه بتبقى قليله، فالليفت فنتركل مليان حبه قليلين الفالف يبقى ساقط وطافي او فلوتنج على البلاد اللي تحته ويضرب من مسافه بعيده لانه نازل قوي بيروح ضارب من مسافه بعيده يروح معلي ايه الاس 1 ده احد ايه الميكانيزمز ايه الاخرى. فتيبيكالي ان هو دي بي مايترال وانكريس بي تيرمينال فورس في 1 ده تيبيكال مع المايترال ايه ستينوزس اللي معاه انكريس في اس 1 مش ديكريس. طيب سؤال تاني كده برضه على السريع، the following condition finding في الستول اناليس كان typically lead to right sided heart failure، الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح تمام. ليه؟ لان دي الاوفا بتاع الشيستوزوما فاكرينها مانسوناي، حقيقه بقى في eradication جامد في اماكن كثيره من العالم، ولكن ها theoretically هي وعلميا اي مصاب بيها من الحاجات اللي بتروح على البلمونري ارتري وتروح تعمل سيفير بلمونري هايبرتنشن جامد جدا في اللنج وفايبروزيس وبلمونري هايبرتنشن يعمل سترين على الرايت سايد اوف ذا هارت وسميت بالهارزيا الكور بلمونال. فتيبيكال الشيستوزوما مانسوناي اللي هي قابل جنب كده فاكرين التيرمينال دي الهيماتوبيوم اللي معاه هيماتوريا، هيماتوبيوم افتكروها معاه هيماتوريا دي المانسوناي دهيت ها الثانيه اللي بتاعه الايه اللنج وبالمونري هايبرتنشن والرايت سايدد ايه هارت فيلير او بالهارزيا الاي كوربالبونال. فتيبيكالي نعم الاوفا اللي معاه الشوكه اللي بالجنب دي ده بتاعه الايه الشيستوزوما ايه مانسوناي اللي ممكن تعمل بالهارزيا الاي كور ايه بالمونال. هنا بقى ده سؤال لطيف جدا هتقول بيقول لك this condition may show elements of reversibility after stopping alcohol intake. شوفوا يا جماعه المنظر ده كده لما بيجي لنا دي حاله شكلها كارديوميجالي شديده قوي وفي سيفير لانج كونجيشن واضح ان هو بدايات بالمونري اديما، لو تقارنوها باي نورمال لانج هتلاقي ايه اللانج هنا بدايات البالمونري اديما واللانج كونجيشن عنيف جدا، فدي هارت فيلير ودايليتد هارت ها وتيبيكال ايه بتاعه ايه حاله ايه بدايه او كونجستيف هارت فيلير ماشي. طيب هنا لو الاقي اليمنت واحد، شوفوا دي روح الطب بقى في دي، ان ممكن يعمل لي اليمنت اوف ريفرسيبيليتي في الحالات دي انا اتنطط من فرح. يعني انا يوم ما الاقي مثلا هارت فيلير ده جدلا معاه انيميا شديده جدا على سبيل المثال، طب ما الانيميا دي لو اتحسنت هتحسن الكاردياك فانكشنز ممكن العيان يتحسن، يعني ما بصش بس على القلب لوحده كده وخلاص وهو كده لا،
في انيميا فاكتور، في كذا، في يكون ثايروتوكسيكوزس مزوده، في حاجات كتيره جدا ريفرسبل اليمنت ممكن تتعالج. هنا الكونديشن دي جايب لكم الايه الهيستوباثولوجي بتاعها، وده التيبيكال بتاع كونديشن لو تفتكروها اخدناها في الكارديولوجي. لو ترجعوا على البلاي ليست وتدوسوا انترنال ميديسن، ادخلوا على الكارديولوجي بالاسهم ها وشوفوا الدايليتد، حاجه اسمها دايليتد كارديوميوباثي. فاكرين الكاردييك ماسلز الطبيعيه بتبقى متستفه ازاي؟ شايفين هنا ها شكلها غريب وبيل، زائد في انفلتريشن جامد قوي داخل عضله القلب، دي دايليتد كارديوميوباثي بتحصل في كونديشنز كتيره ومنها الالكول انتيك. يوم ما انا اكتشف ان العيان ده اللي عندي كونجستيف هارت فيلير ها في الهيستوري بتاعه، لو ما خدتش بالي واساله انت بتشرب الكول ولا لا، انا ضيعت العيان ده، لان احكم عليه حكم نهائي انه هيفضل مستمر يتعالج من هارت فيلير للابد. في حين ان هو لو وقفنا الالكول عند العيانين دول اللي عندهم دايليتد كارديوميوباثي ودامج في الكاردييك ماسل بسبب الالكول، في اليمنت جامد قوي اوف ريفرسيبيليتي، دي كلمه كبيره في الطب، ان انا بدل ما احكم حكم نهائي على العيان ان هو خلاص ده هارت فيلير ايه فور ايفر ها وخلاص مفيش امل، ان انا بس اخد كلمه واحده ما سالتوش عنها ولا سالت عنها تفرق السماء والارض. تشرب الكول نعم ام لا؟ نعم، يبقى انا لازم ايه افكر في احتمال لازم اوقف الالكول ده بطريقه ما عشان امنع مور دامج في الهارت. ومش كده وبس، بالذات في الدايليت كارديوميوباثي في اليمنت اوف ريفرسيبيليتي كمان ممكن تحصل في الكاردياك فانكشنز، تلاقي القلب بدا يصغر، كونجيشن بدا يقل. يعني هو ده علاجه الوحيد او الرئيسي نقدر نقول ايه، ان انا اوقف ايه الالكول انتيك بس بطريقه وايز، عشان السادن ويزدرول ممكن يعمل ايه مشاكل. فهذه الكونديشن فعلا فيها اليمنت اوف ريفرسيبيليتي، الاجابه ترو لو وقفنا الالكول، لان تيبيكالي حاله ايه دايليت ده ايه الهيستوباثولوجي بتاعها واضح جدا. وروحوا شوفوا الفيديو كامل ها هتلاقوا ايه الـ 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 الشكل ده بالظبط قدامنا. طب هنا بنقول السموكينج كل ده في الكاردياك هيستوري، يعني سموكينج از ذا ميجر كوز اوف ذيس كونديشن. ايه الكونديشن دي؟ طب نشرب لنا فنجان رشفه، مش هقول الفنجان كله يلا عشان ايه ها نعملها بسرعه. ها سموكينج ذا ميجر كوز للكونديشن دي، حد يفكر كده ويقول لنا الكونديشن دي ايه. الله ينور عليكم، دي حاله ايه ها لو تاخدوا بالكم لو فلات دايفراجم اهو، شايفينه النازل اللي تحت ها نورمالي بيبقى كونفكس كده لفوق، شايفين مبطط ازاي؟ ده لو فلات دايفراجم ريبون شيب دارت مشدود لتحت، واللنج هايبر يعني انفليتد مليانه هواء جامد قوي وزقيقها لتحت. ده تيبيكال بتاعه الايه الانفيزيما اللي تيبيكالي بتتسبب فيها السموكينج. فانا يوم ما الاقي الشكل ده اللو فلات دايفراج والهارت مشدود لتحت قوي كده، ده تيبيكالي بتحصل مع السجاير او السيجارت سموكينج، حاله ايه انفيزيما. طيب هنا اهوت السؤال اللي بعد كده ده، this condition can typically lead to left sided heart failure. والله دي برضو حاله مشابهه اللو فلات دايفراج مش كده ولا ايه، والريبون شيب دارت وفيري هوريزونتال ريب زي ايه كمان، ده تيبيكال بتاع حاله انفيزيما. الانفيزيما بتتسبب اساسا في رايت سايدد هارت فيلير من البالمونري هايبرتنشن الجامد قوي. هو شوفوا يا جماعه كل التيشوز لما بيحصل هايبوكسيا ودامج فيها يحصل فازو دايلاتيشن عشان تزود الفلو باستثناء الرئه، اللنج هي المكان الوحيد اللي يحصل فيه دامج يحصل فازو كونستريكشن عشان تو شيفت البلاد تو بيتر ارييتد ارياس، يعني في حته فيها دامج متخيلين. فانا مش انا اللنج دي اللي بتديني اكسجين، هروح كبلاد اعمل ايه؟ فيحصل العكس بقى، الميكانيزم معكوس سبحان الله، تلاقي فازو كونستريكشن عشان البلاد فلو يروح للايه الاريا السليمه في اللنج ياخد بيتر اكسجين. فطبعا لو الدمج كان جنرال في اللنج هيحصل فازو كونستريكشن جنرال ويعلي البريشر جامد قوي ها في البالمونري ارتري، يعمل سترين على الرايت فينتريكل ورايت سايدد ايه هارت فيلير راذر ذان ايه ليفت سايدد ايه هارت فيلير، اللي بتبدا برايت ولكن في نهايه الامر في زي ما شرحنا موضوع الانفيزيما في ميكانيزمز ممكن تعمل ليفت احيانا، ولكن الاساس هنا في الكوربا المونال ان هذا العيان اللي له فلات دايفراج هوريزونتال ريبز ريبون شيبد هارت ده مع السيجارت سموك دي تيبيكال رايت سايدد ايه هارت فيلير، ولذا الاجابه هنا اللي هي ان دي تعمل ليفت سايدد هارت فيلير اساسا بريدومينانتلي او تيبيكالي، الاجابه دي ايه فولس.
فيبقى احنا كده عملنا ايه ريفيو سريعة كده لكام نقطة، وانتظرونا ان شاء الله ويل تراي بكرة ايه نعمل لكم ايه حاجة تانية كده ايه في السريع، وعلى تواصل بإذن الله. باي باي، شكرا.